وصل اليوم وفد رفيع المستوى من محافظة المهرة بقيادة الشيخ راجح سعيد باكريت عضو مجلس الشورى إلى العاصمة عدن للمشاركة في الحوار الوطني الجنوبي المزمع عقده في الرابع من مايو الجاري وكان في استقبال الوفد المهري في العاصمة عدن رئيسي انتقال عدن وشبوة وعدد من قيادات المجلس الانتقال الجنوبي وقيادات عسكرية وامنية رفيعة ولدى وصوله إلى العاصمة عدن عرب الشيخ راجع باكريت عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مجددا التأكيد على مشاركة بناء في الحوار الوطني الجنوبي مؤكداً أن المهر جنوبية الهوى والهوية ولن تحيد عن الإجماع الوطني الجنوبي